العنب العنب والعناب العنب والعناب والهدايا للاحباب. دايب دوب المشمش دايب دايب ومسل الحبايب المشمش. ما إن تدخل أحد الأسواق الشعبية حتى تفاجأ بالكم الهائل من الأصوات التي تحدث ضجيجاً في المكان، إلا أن هذا الضجيج ما هو إلا أحد أدوات التسويق التي ابتكرها التجار في سبيل تصريف بضاعتهم أياً كان نوعها. اللي ما خلى لي خيار، اللي ما كبس يا خيار، بلدية حمراء جمدة، صحراوية يا بندورة، صحراوية يا بندورة، البندورة حمراء، البندورة جمدة. خش على الكنايف، خش على الكنايف، 4 كيلو بطيخ بليرة، 4 كيلو بطيخ بليرة، 4 كيلو بطيخ بليرة، خش على الكنايف، خش على الكنايف. وسيلة تسويق غير جديدة، يتنافس فيها البائعون ليس لكسب الزبائن فحسب، بل يتنافسون أيضاً في انتقاء الكلمات وتنسيقها لتحاكي مرتدي الأسواق، وبالتالي يأتون لاستطلاع البضاعة. البندورة بنادى عليها حمراء وجمدة البندورة، بلدية البندورة، صحراوية البندورة، يعني كنداء يعني إشهار للزبون اللي ماشي يسمع صوت البيع، إشهار النداء مثلا. بالنسبة للخيار مثلا النادي بلدي يا خيار، لوابي يا خيار، هيك يعني برضو يعني كل النداء بتبقى عبارة عن بلغالة الزبون اللي ماشي بالشارع. فهذا التاجر يتغزل بالعنب وذاك بالتفاح وآخر بالشمام، حتى أنك تخالو نفسك بينهم كأنك تتصفح إحدى الصحف الإعلانية. يعني الليمون، بنقول الليمون حلو، الليمون بلد، الليمون بحال العيون، الليمون المشمش مي الوكمش، مي الوكمش. بنادي على الدوالي ونقول دوالي ورق عنب، والنادي على العنب نقول ملبس على لوز يا عنب، حرير الدوالي يا ورق العنب ملبس على لوز يا عنب، أشقر وحليوة يا عنب. وسيلة مؤثرة وطريفة أحياناً أصبحت طقساً من طقوس الأسواق الشعبية، ربما قد تتطور مستقبلاً مطورة وسيلة أخرى من وسائل التسويق. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.